السلام عليكم. شو بير دي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا بعض المواضيع اللي شناهم مازالوا ما تكلموش عليهم. يقول لك احنا رانا نقدموا في حلول وشناهم هما قاع ناس ناس ما همش واعيين بالمسؤولية. ناس راهم يتكلموا تكلم وفقط انتقاد من اجل تحطيم كل شيء ما هو في الجزائر، وحنا كشعب جزائري ونهدر على روحي عندنا الحاجه المليحه اللي انا نشوف بها، وهي الفريق الوطني اللي كان عطينا امال، كان عطينا ثقه في النفس. باش نعرف باش نشوف كاين اللي تهدر كيما هكا، كاين تاني ما يفهمكش هاك تهدر، مي تقول له بلي كان عطينا ثقه في النفس. كان عطينا الجزائر احنا باش ولينا نتبهوا، باش ولينا نتبهوا، وين تربدنا، وين الناس اتحدت ولا خلينا من الثورة، وخلينا ثورة، خليها ثورة تاريخ تاعنا اللي نتبهاو به، شهداء شهداء تاوعنا. خط أحمر هذوك ما لصقاوش، هذوك خط أحمر تقاس توشي، خاطش علاه يضربك تريسين في فمك ربي العقاب تاعو، خاطش لنا مصاروة كي صرا لهم ميسبونا الشهداء كيفاش صرا لهم من بعد كيفاش صرا لهم. احنا قلنا بلي كان اللي تقولوا بلي يا ودي نتبهاو الثقه تاعنا، خاطش على كيفاش ولات عندنا ثقه في ثقه في نفوسنا، ولات عندنا ثقه في كلش، خاطش على الفريق الوطني كره القدم. كنا كما قال لك حاليلو الشعب الجزائري ريسبيري كره القدم، نتنفسوها كره القدم، كره القدم. وحنا الملاعب تاعنا مشاكل، ما كان بالون ما كان، بصح الشعب يروح يتفرج يبغي كرة قدم. الله غالب، عندك مادي الله غالب، يدخل ويحامر وكل شيء يديره باش يدخل يشوف 90 دقيقة تاع مهازل، لي بريزيدون متعايرين بيناتهم بزاف صوالح. على ذيك احنا نقولوا بلي هذا الفريق الوطني هو الفيترينات تاعنا تاع الجزائر. الفريق الوطني كانت هي الفيترينة تاع الفريق تاع الجزائر. على ذيك احنا شلنا ناس يحطموا التحطيم برك، ما يحوسوش يفهم شكاين، خاطش عليه ما عندوش ضمير، ما عندوش ضمير. تربى حقودي، تربى كان يخون في صغره، بنادم حبس في السنه الاولى على بالك، كاين اللي جاهل، بنادم كاين اللي جاهل، هذه كاع الموند كامل كاين اللي تسمو جاهل. ما كاش مستوى سن الخامسة، ما كاش يعرف يقرا تما سن الخامسة، كاين اللي ختو وصلاتو سن الخامسة ما طاقتش عليه حبسوه، وكاين اللي قال ما دخلش اللي يكل، كان يضرب الجيب، كان يضرب يبيع الحمص مشمخ، كاين اللي كاملني متربي حاقد، متربيين حاقدين، ما كاش حاجة في قلوبهم، ما كاش علم في رسالهم، مشي قاريين مشي متفتحين. مالقري يقول لك انا بورتيغال طاف ندور من نفس، لا هنا مازال كحل. دونك تقول له تسيب دوك الصحافه دوك الشياتة قابلين طارزون، قابلين اليخاندرو الداما، وتسيب يقول لك هذا نا هذا 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 استاذ مع السلفاش، هما بالكذب، هما ما عندهم لا استاذ لا والو، هما بيردوا رواحهم اساتذه، اساتذه تاع الصح راهم يقروا في المعاهد، راهم يقروا في المعاهد، الرجاله تاع الصح راهم في المعاهد وساكتين وراهم يضحكوا عليكم. والله لا مين يبغوا يضحكوا لا يديروكم ويضحكوا ويشبعوا ضحك، انا عندي معلومات يشبعوا عليكم ضحك، يشبعوا عليكم ضحك. مي تبغوا تهضروا فرنسيه، فرنسيه تاع البيتشيك، تاع البيتشيك، فرنسيه تاع البيتشيك، يشبعوا عليكم ضحك في التحاليل تاع المقابلات تاعكم، تاع يقول لك ماجر كيما ماجر قال لهم انا كوجيت اونترينر ايغواين، ما عندي ما ندير به. اودي هو ما عندك ما دير، انت يا درت روحك اسكت كل فول، شمخ الفول وكولها صاحبي، شمخ الفول وكولها صاحبي. حنا خلينا حنا جينا كيما حنا، هادو الناس حنا نجبدوهم، لازم نجبدوهم، خاطش عليه شناهم قال لك الحلول. وهذا فرانسوا بلاكار، هذا فرانسوا بلاكار اللي جا باش يقري زاتشي كيفاش يلقى الشعب، كيفاش يخاطب، كيفاش فهم، بيقول لي كيما هتلر، هتلر كان يروح
يدير تاع لوركيس تاع داك اللي يدير هاك، هتلر كان مي يحضر يدير هاك يدير هاك يدير، تحسبه لوركيس. اما لا جابه بيوريه كيفاش يخدم، بيوريه كيفاش يخدم، كيفاش يغلط الرأي العام، كيفاش منا كيفاش انا صح. هي جبتو مستشار ماجر، عطيكم بروغرام تاعو كيفاش تحطموا الجزائر، عطاكم بروغرام بتاع الجزائر تتحطم. شو واحد صوالح، واحد صوالحهم في قلبي. ماجر والله لا جاب مشروع باش يحطم الجزائر، مش يحطم كرة القدم، خاطر لا المشروع لا مدايرينو الهود ولا مدايرينو العملاء الهود. الجزائر تتحطم مور ليبيا لولا يقظة الرجال اللي واقفين في الدولة. اقسم بالله لا مشروع بيحطم، ماشي بيحطم كرة القدم، مشروع اللي جابه بيحطم كرة القدم، بيحطم الجزائر، مشروع يهودي. خدش عليه في مارسي بشهادة